بين إحصائيات ضحايا فيروس كورونا ومحاولة البحث عن علاج وتحصين، يثار جدل كبير حول فاعلية ودقة أجهزة اختبار الفيروس والتي يبلغ عددها حتى الآن أكثر من 150 اختبارا. وآخر من أشعل فتيل هذا الجدل الرئيس التنزاني الذي رفض استعمال الأجهزة لأن بها خللا ونتائجها معيبة، بعد أن أظهرت نتائج إيجابية بالإصابة لعينات استخرجت من ماعز وفاكهة البابايا، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية. كما أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض أنه قدم لتنزانيا أجهزة استقدمت من الصين وهي موافية للمعايير الدولية. وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بأن الصين باعت كلا من إسبانيا والتشيك الآلاف من أجهزة اختبار لا تعمل، وبحسب السلطات التشيكية فإن 80% من نحو 150 ألف اختبار كانت نتائجها معيبة، في حين أكدت دراسة إسبانية أن الأجهزة الصينية غير دقيقة بنسبة تصل إلى 30%. كما تكرر الأمر مع بريطانيا التي اشترت أجهزة فحص منزلي بقيمة 20 مليون دولار لكن نتائجها كانت معيبة بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ومنذ انتشار الفيروس برز نوعان من الاختبارات المعتمدة في تشخيص الإصابات، الأول يعتمد على الاختبارات التشخيصية وهو الأكثر شيوعا، يحدد الإصابة الحالية بالفيروس من خلال العامل الوراثي التي تستخرج من اللعاب أو المساحات الأنفية، وفي حال وجود العامل الوراثي للفيروس تكون النتيجة إيجابية أي إصابة الشخص، لكن عدم وجود العامل الوراثي في العينة لا يعني عدم إصابة الشخص، بل قد يكون في أجزاء أخرى لم تؤخذ منها عينات. أما النوع الآخر فهو اختبار الأجسام المضادة الذي يجري من خلال فحص الدم، يقوم على رصد الأجسام المضادة التي أنتجها الجهاز المناعي لمكافحة الفيروس، إلا أن الخبراء في بريطانيا أكدوا أنه برغم دقة الاختبار التي تبلغ 98% فإن هذا الاختبار يهدد 10% من الذين اعتبروا محصنين بالإصابة مجددا بالعدوى. وفي محاولة لفهم أصل مشكلة الاختبارات، قام باحثون أمريكيون بفحص نحو 200 عينة بالخمس طرق المصرحة دوليا، وكانت النتائج مختلفة، مؤكدين أنهم اكتشفوا أن هناك فرصة تبلغ 30% بأن النتائج خاطئة، وهو شيء مقلق لأنه في هذه الحالة قد يكون الأشخاص الذين خرجت نتائجهم سلبية حاملين للفيروس ويقومون بنشره. مشكلة إضافية تضاف على هذا الملف وهو نشوء سوق سوداء تقوم ببيع أجهزة غير معتمدة أو تحتكر الأجهزة المعتمدة وبأسعار باهظة مستغلين حاجة الناس، وانتشار هذه الأجهزة بين الناس قد يرسل إشارات خاطئة بحسب المراقبين إلى الحكومات لإعادة فتح المدن وإعادة العمل في القطاعات في ظل وجود اختبارات كافية، ما قد يفاقم الأمور سوءا ويهدد حياة ملايين الأشخاص حول العالم. وحتى الآن ينتظر العالم لقاحا قادرا على مكافحة الفيروس، وحتى ذلك الوقت يؤكد العلماء بأن وجود اختبارات وأجهزة فحص غير دقيقة أفضل من عدم وجود أي اختبارات على الإطلاق، مشددين على ضرورة أن يتم التدقيق في النتائج.